الرحيم وعلى بركته دائما وابدا نستعين، ومنه نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعي قناة بوظب الرياضية، ارحب بكم اجمل ترحيب. معلقكم نايب بن سعود البلوي يتواصل مع حضراتكم في مهرجان الوثبة. الوثبة 30، تتواصل العطاءات، تتواصل الدعم في شوط القمم، شوط العمالقة، شوط النجوم، شوط النخبة، شوط السيف الذهبي. ينطلق على بركة الله وتوفيقه في اخر ايام هذا المهرجان، وبناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي، وبمتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي. ارحب مع حضراتكم، ارحب بهذا الحضور الميمون لاصحاب السمو والشيوخ. ترحيبنا مشاهدينا الكرام بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، الذي يتابع حفظه الله فعالياتي واندفاع وانطلاق الشوط الغالي. والترحيب كذلك بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي وصل يحفظه الله ليتابع ويرعى وينطلق مع الشوط الرئيسي. وترحيبنا ايضا بسمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة رئيس مجلس او رئيس اتحاد سباقات اللجن العربية الاصيلة. الترحيب ايضا بسمو الشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. هذا الحضور الميمون لاصحاب السمو والشيوخ، الحضور الذي دائما ما يزيدنا فخر واعتزاز. فلو علم الميدان بمن اتى لوقف وباس موضع القدم. هذا الدعم وهذا العطاء الذي يستحقون عليه الشكر والثناء. مشاهدين الكرام، ها نحن نصل لآخر أيام هذا المهرجان الغالي في 13 من شهر مايو لعام 2010، وصلنا إلى شوط 10 في مهرجان الوثبة 30 لنتواصل بهذا الدعم وتشجيع رياضة الآباء والأجداد تحت مظلة من لا ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل له. رحم الله زايد وأسكنه بسيح جناته، واليوم وداع لهذا المهرجان. ولكن اي وداع، اي نهاية، اي اعصاب تتحمل، اي سيف ينتظر، اي اعين تترقب. عين على السيف وعين على المرسيدس. يا سيف، مشاهدين الكرام، اتابع مع حضراتكم المركز الاول. هنالك من تسيطر، هنالك من تندفع مع المركز الاول. الله الشاهنية مع المركز الاول، الشاهنية تسيطر مع هذا المركز، تقدم لنا الشعار الاحمر مشاهدينا الكرام، شعار هجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط الوهيبي. الله يا سعيد، من يكون السعيد في هذا المساء؟ ايضا هنالك مشاهدينا الكرام.
نادى في هذه اللحظات تتسلل الى المركز الاول ونادى استجابة للنداء في هذه اللحظات لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر حمد بن راشد بن غدير الله يا الواثق الواثق برفقة الشاطر الله يعين هالمضمرين الله يعين هالمضمرين كل على اعصابه كل على اعصابه والاعين تراقب المتابعي قناة ابو ظبي الرياضية هنالك ايضا ثالث المراكز في هذه اللحظات من تحتل المركز الثالث من تندفع في هذه اللحظات تتابع مرحبا مشاهدين الكرام باعمار اعمار مع المركز الثالث اعمار مع المركز الثالث لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير يتابع اعمار الانجازات مع المركز الثالث المركز الرابع في هذه اللحظات نجوى مشاهدينا الكرام تتواجد مع المركز الخامس لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما النقل الى المركز الخامس وخامس المراكز في هذه اللحظات شقرا مع المركز الخامس لهجن الرئاسة والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي لا استطيع الاحتمال لا استطيع احتمال المركز السادس عذرا مشاهدينا الكرام لا اتحمل ولا استطيع الاحتمال لانها افعال مع المركز السادس سوف اتجاوز التغطية الاعلامية للخمس المراكز الاولى وارصد افعال مع المركز السادس لهجن الرئاسة والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام الخمس المراكز الاولى التي دائما وابدا ما يسمح لها بالنداء ولكن المركز السادس اعلن عنها لانها افعال اعود الى المركز الاول اعود الى مقدمة الشوط شو اللي جرى شو اللي صار شو الامور اللي تغيرت هنالك المركز الاول هنالك ايها الحبل الكريم الشعار الاحمر الشعار الاحمر وكما اعلنت سابقا بان لاول مرة في العالم اتابع الخطر والعشق يجتمعان مع بعض يجتمعان مع هذا الشعار الشعار الاحمر لهجن الرئاسة والمضمر هو سعيد بن شطيط الوهيبي يقدم لنا الشاهنية من مسافة 10 كيلومترات الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي عذرا ايها الشاطر فانت القوة العاشرة المركز الثاني مشاهدينا الكرام من تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات التابعة لهجن العاصفة مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع ندى ولكن وصلت في هذه اللحظات وصلت اعمار 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 كم انت عمار يا اعمار اعمار مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الواثق حمد بن راشد بن غدير الله يا اعمار ونجوى مع المركز الثاني ونفس الملكية هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يسيطر مع المركز الاول ومع المركز الثاني ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير مع المركز الثاني الله يا المرسيدس الله يا المرسيدس الله يا السيف الله يا المليون مليون درهم والسيف وهنالك مرسيدس بانوراما وارد الالمان هنا في الوثبة في الوثبة لعام 2010 بينما هنالك مشاهدين الكرام المركز الرابع في هذه اللحظات وهنا عبر قناة
قناة ابو ظبي الرياضية مرسيدس الله اللون ابيض اللون ابيض لمن يكون هذا المساء لمن يكون السيف لمن النصيب مشاهدين الكرام اعود الى مقدمة الشوط في شوط الحيل في شوط الحيل وشدوا الحيل يا اهل الحيل شدوا الحيل يا اهل الحيل اعود الى مقدمة الشوط اتابع مشاهدين الكرام اعمار من تسيطر اعمار مشاهدين الكرام مع المركز الاول لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الواثق حمد بن راشد بن غدير يتابع يترقب وماخذ ايضا الحذر في هذه اللحظات اعمار مع المركز الاول واعمار مشاهدين الكرام حاصلة على كأس الاذاعة لعام 2006 والثنايا لعام 2007 هنالك في ميدان ند الشبا وحاصلة على سيف ميدان المرموم وسيف دولة قطر لعام 2008 حاصلة على سيف ميدان المرموم لعام 2009 ها هي انجازات اعمار المختصرة مشاهدين الكرام بينما نجوى مع المركز الثاني اليوم مشاهدين الكرام هنا الدعوات هنا الاماني هنا الامال بدأت الاحلام مشاهدين الكرام نجوى مع المركز الثاني ايضا نجوى مشاهدينا حاصلة على سيف ميدان اللبسة في شوط الاذاعة لعام 2008 ولها انجازات عديدة في جميع ميادين دول مجلس التعاون اتكلم عن المركز الثاني وان انتقلت الى المركز الثالث اتابع افعال لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي الحاصلة على البيرق لعام 2008 الحاصلة على السيف في ميدان المرموم لعام 2009 افعال التوقيت افعال الانجازات افعال بالشعار الاحمر مع المركز الثالث انتقل مباشرة الى المركز الرابع هل هنالك من مفاجآت هل هنالك من اسماء اقتلوني في هذا المساء المركز الرابع لا اله الا الله اني اراها بعين المجردة تعلمون من هي مع المركز الثالث ام الرابع ولكن المركز الرابع هي تحمل شعار هجن الرئاسة اقدم عذري لك يا شقرة كي انتقل الى المركز الخامس انها ادنك تعلمون من هي أدنك أدنك لهجن الرئاسة مع القوة العاشرة سعيد بن شطيط الوهيبي الحاصلة على كأس اللقاية لعام 2007 حاصلة على كأس الإذاعة هنا في ميدان الوتبة لعام 2008 مرحبا يا أدنك مرحبا بأدنك المركز الرابع شقرة لهجن الرئاسة والمضمر سعيد بن شطيط الوهيبي أسعد الله مساءك بكل خير يا سعيد المركز الخامس في هذه اللحظة مشاهدين الكرام من تحتل المركز الخامس نجوى لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير الواثق يترقب اعود الى مقدمة الشوط اعود الى المركز الاول اي صراع اي سيف اي قوة اي ادارة يا رباه يا المركز الاول اعود الى مقدمة الشوط اعود الى الصراع اعود الى المركز الاول المنصة الرئيسية تقترب السيف يلمع تعلمون ما هو يلمع المرسيدس تنتظر الفائز الاول اعود الى اعمار الله يا المركز الاول الله يا بن مية يا اخوي قدمني مع اعمار وهنالك ايضا المركز الثاني
المركز الثاني مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات تحمل ايضا شعار يجن العاصفة، شعار يجن العاصفة مع المركز الاول ومع المركز الثاني التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر سعيد والمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. انتقل الى المركز الثالث كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو المركز الثالث مشاهدينا الكرام صدام مع المركز الثالث لهجن الرئاسة وسعيد بن عيلان الميري مع المركز الثالث. المركز الرابع الدنوك لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي مع المركز الثالث. اعود الى اعمار، اعود الى اعمار، اتابعوا اعمار، اترقبوا السيف، هل هنالك من مفاجآت؟ هل هنالك من تطلعات قادمة؟ هل هنالك من قوة عاشرة آتية؟ اعود الى المركز الاول. الله يا اعمار، اعمار التاريخ، اعمار الانجازات، اعمار البطولات، اعمار مع المركز الاول لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المركز الاول مع اعمار والواثق حمد بن راشد بن غدير صدم مع المركز الثاني لهجن الرئاسة وسعيد بن عيلان المير. يتابع صدى، يتابع صدى، واسمع صدى الجمهور، اسمع صدى المجد الجمهور. وهنا مشاهدينا الكرام المنصة الرئيسية تقترب مع هذه الصورة البانورامية. اعمار وصدى، صدى واعمار، واعمار وصدى، صدى واعمار. 400 متر اخيرة، السيف مع اعمار، السيف مع فساح، السيف مع الرياضي الشامل، السيف مع اعمار التاريخ، السيف معك يا ولي عهد دبي، السيف مع الرياضي الشامل. تسألوني ليه؟ بقول لكم ولي عهد دبي، ولي عهد دبي، وانه الرياضي الشامل. هذا هو الشاعر، ها هو الفارس، ها هو مشاهدينا الكرام، ها هو الفارس، ها هو الشاعر، ها هو فزاع، ها هو ولي عهد دبي، ها هو مشاهدينا الكرام شعار هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. فزاع المرسيدس بانتظارك، الفارس السيف بانتظارك، ولي عهد دبي المليون بانتظارك، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الجماهير بانتظارك. المركز الثاني، المركز الثاني نجوى لهجن العاصفة، بينما المركز الثالث صدى لهجن الرئاسة مع المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، هكذا انتهت التفاصيل ومجريات هذا الموسم، موسم 2010 الخاص بشوط الحول. عمار يا اعمار، اعمار الانجازات واعمار البطولات، عادت لصولاتها، عادت لجولاتها مع الرياضي الشامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير. 10 كيلومترات، باي باي التوقيت الزمني، باي باي التوقيت الزمني، وداعا يا التوقيت الزمني. كل هذا تحت اقدامك انت يا اعمار، فلله درك يا ولي عهد دبي. 15 دقيقة 57 ثانية وست اجزاء من الثانية، التوقيت باي باي، بقول لك التوقيت، وليس بمستغرب على اعمار. السيف يقص التوقيت الزمني، السيف يقطع ذلك التوقيت. هنا مشاهدينا الكرام 6 دقائق 5 ثواني و8 أجزاء من الثانية، تهانينا.